على كل المزيد حول ما ننتظره اليوم من الفيدرالي وأيضا ما يحرك أسعار العملات لنسأل ضيفنا معي في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا رائد. شكرا على حضورك معنا. بشكل عام متوقع أنه لا تغيير، ولكن بدنا نشوف إذا رح يعطينا هنت على إمكانية البدء لاحقا هذا العام بتخفيف محفظته حيازته من أذونات الخزانة، والسوق بيقول أنه رح يفهمها على أنه بسبتمبر باجتماع سبتمبر قد يبدأ ذلك. ما أهمية ذلك وكيف ممكن أن يتفاعل الدولار بناء على ما قد يصدر اليوم من الفيدرالي؟ طبعا إلى درجة كبيرة مثل ما تفضلتي الميزانية الضخمة لدى الفيدرال الأمريكي وتقليص هذه الميزانية هو ما ستتركز عليه الأنظار بشكل كبير، يعني التوجه نحو بيع هذه السندات، سندات الخزينة وسندات أيضا الرهون العقارية التي يمتلكها بحجم كبير، التوجه نحو الأسواق لسحب الكاش خلينا نقول مجددا واستعادته مجددا داخل الفيدرال الأمريكي بلا شك سوف يكون له تأثير إيجابي على أداء الدولار الأمريكي، ويعود الدولار ممكن مع بعض هذه التوجهات إلى بعض الارتفاعات، يعني وصلنا إلى مستويات متدنية في ثلاثة أمريكي تحديدا بسبب بعض التغيرات السياسية، ولكن اجتماع الفيدرالي الأمريكي ممكن يكون له تأثير كبير في ذلك، حتى لو لم يتحدث عن رفع أسعار الفائدة أو هل لا يزال متجها إلى تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة في العام القادم. هذه هي النقاط الأساسية التي يعني نتطلع إليها كمتغيرات في السياسة النقدية. رائد، لنتحدث عن أسعار العملات لأنه ملفت ما يجري بالفعل، يعني أصلا ليش الدولار اليوم متحسن شوي؟ بالأمس كان عند أدنى مستوى ب13 شهر، هل له علاقة بما سنترقبه ولا شوية بول باك يعني من بعد الضغط القوي اللي حصل؟ عملية تصحيحية بحتة اللي نحن عم نشوفها حاليا، وعملية أيضا نوع من التصحيح الإيجابي بعض الشيء بعد التراجعات الحادة التي استمرت لفترة طويلة، ولاحظنا نوع من الاستقرار من تداولات يوم أمس، انخفاض بالزخم بعض الشيء بالاتجاه الهابط استقرار بعض الشيء، والتصحيحات اليوم قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي هي تعتبر يعني نتيجة طبيعية للمتغيرات، لكن التوجه هو بعد الاجتماع وبعد الإعلانات لنشوف نحن هل التصحيح سيستمر بشكل أكبر أو سيعود الاتجاه العام الهابط الذي كان يستمر منذ تقريبا 3 أسابيع. رائد، ماذا عن اليورو؟ يعني بالفعل يمكن اللي بيتابع حركة اليورو بيتفاجأ على الارتفاعات القوية، لحد يوم أمس كانت الارتفاعات حوالي 10% يرتد هلا بنضيف لها اليوم مع المكاسب اللي عملها فوق 1.17، فاذا الى اين يتجه؟ ما هي رؤيه متوسطه الامد؟ لانه واضح انه كل التوقعات السابقه فشلت بقراءه توجه اليورو، يمكن ما حدا كان متوقع هالمستويات العليا. الى درجه كبيره يعني اليورو امام الدولار الامريكي بعض الشيء بدا يبني ترند جديد او اتجاه جديد في الوقت الحالي، وقد نستهدف مستويات اعلى. الارتفاع جاء من عده جبهات او من عده اتجاهات، اولا من منطقه اليورو التي ادائها اصبح ايجابي، ماريو دراغي والتصريحات الناريه التي كانت في الفترة الماضية والاتجاه نحو تقليص برنامج التيسير النقدي داخل منطقة اليورو، هذا التوجه اعتبر قلب موازين بعض الشيء، وسوف تزداد أهمية اجتماعات المركز الأوروبي من الآن فصاعدا على الأقل 4 شهور أو 5 شهور القادمة حتى تتضح هذه الصورة بشكل أكبر، وفي نفس الوقت طاف الدولار الأمريكي، وبالتالي كزوج يورو دولار أمريكي استفاد من الفرصة كاملة الانتقال بشكل كبير من مستويات 1.13 وصولا الى المستويات الحاليه، ولا نستهدف حاليا مستويات 18 الى 20 1.20، وطبعا مع وصولنا الى تلك المستويات ترند جديد على اليورو قد نستهدف فيه ارتفاعات اكثر. ماذا عن الجنيه الاسترليني؟ هل تتوقع انه هي قصه ضعف دولار ام اليورو يعني قصته، لانه في موضوع الاي سي بي في حدة أكثر بتقلبات الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي، لأنه مرتبط أكثر بالسيناريو الخروج والمفاوضات، وكلما تصريح يرفع الجنيه الاسترليني تصريح آخر يضغط عليه، فنطاق التداول العرضي اللي عم يتداول فيه الجنيه الاسترليني كبير نسبيا، يتميز ببعض المخاطرة في الوقت الحالي، لا يوجد ترند واضح وإنما استفادة من ضعف الدولار الأمريكي في الوقت الراهن تحديدا. أنا بشكر حضورك معنا، شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك.